المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائيات الإريترية، ونبدأها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس سياسة فورقي يلتقي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. توزيع قطع سكنية في مديرية هيكوتا. نظام الويان استغل حملة محاربة الإرهاب الدولية للقضاء على المقاومة الداخلية. وتردي أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في جنوب إيطاليا. أهلا بكم. التقى فخامة الرئيس سياسة أفورقي الذي يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة 66 الذي افتتح يوم أمس الأربعاء، التقى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة سيد بان كيمون. وأعرب الرئيس سياسة فورقي في اللقاء الذي جرى بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك عن أمله في قيام الأمم المتحدة بدور فاعل للمواجهة للتحديات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وأوضح أنه يتوجب على الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها وذلك تجاه قضية الحدود الإريترية الأثيوبية، وأن عدم القيام بهذه المسؤولية يضع الثقة بمنظمة الأمم المتحدة محل شك. ومؤكدا في نفس الوقت استعداد إريتريا للعمل مع المنظمة وأمينها العام في قضايا السلام والأمن والتنمية، كما حث الرئيس سياسة فورقي الأمم المتحدة على القيام بجهد جاد لإحلال السلام في الصومال والسودان. من جانبه أوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إريتريا بدعم دور إريتريا البناء في المنطقة، ويحتاج لدعم إريتريا أيضا رغم معرفته بوجود تحفظات لإريتريا تجاه الأمم المتحدة. وقال بان كيمون أنه قدم تقريره لمجلس الأمن عن اللقاء الذي أجره مع الرئيس سياسة فورقي في جوبا، موضحا استعداده لزيارة إريتريا لمواصلة المباحثات. يذكر بأن الرئيس سياسة فورقي كان قد التقى الأمين العام للأمم المتحدة سيد بان كيمون في شهر يوليو الماضي بمدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان. التقى فخامة الرئيس سياسة فورقي بمدينة نيويورك أمس الأربعاء 21 من سبتمبر وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ووزير التعاون الدولي البريطاني السيد أندرو ميشيل والرئيس النيجيري السيد جودلاك جوناثان. وتواصل الرئيس سياسة فورقي في لقائه بوزير الخارجية الروسي سيد سيرجي لافروف في اللقاء الذي جرى بمبنى الأمم المتحدة إلى تفاهم مشترك لتقوية العلاقات الإريترية الروسية وتعزيز التعاون، واتفقا على أن يشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكذلك القضايا السياسية الدولية. وأوضح الرئيس سياسة فورقي في المناسبة عن أمل إريتريا بتعزيز روسيا من دورها في تنمية أفريقيا باعتبارها دائمة العضوية في مجلس الأمن. والتقى الرئيس سياسة فورقي في مقر إقامته بوزير التعاون الدولي البريطاني سيد أندرو ميشيل، موضحا بأن برامج التنمية الجارية في إريتريا وخاصة برامج تحقيق الأمن الغذائي تحقق نتائجا جيدة، ونتيجة لذلك أصبحت إريتريا خالية من المجاعة التي تخيم على المنطقة. وذكر الرئيس سياسة فورقي عن وجود فرص واسعة لتطوير علاقة التجارة والاستثمار بين إريتريا وبريطانيا، مذكرا باتخاذ خطوات عملية من الجانبين. وأكد السيد أندرو ميشيل دعم بلاده الدور الدبلوماسي الإيجابي الواسع الذي تقوم به إريتريا، كما أكد رغبة بريطانيا في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع إريتريا، موضحا بمتابعة هذه المسألة مستقبلا. وأشار وزير التعاون الدولي البريطاني السيد أندرو ميشيل لأنه زار إريتريا عام 2009 ويرغب في زيارة إريتريا مرة ثانية لمواصلة المباحثات مع الرئيس سياسة فورقي، وسلم ردا عن الرسالة التي بعثها الرئيس سياسة فورقي مسبقا إلى رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون بشأن قضية الحدود. وفي لقاء الرئيس سياسة فورقي ورئيس نيجيريا سيد جودلاك جوناثان، أكد الجانبان استعدادهما للعمل المشترك لاستقرار وتنمية أفريقيا ورفع صوت ودور أفريقيا في المحافل الدولية، وتبادلا الأفكار في القضايا الإفريقية وذات الاهتمام المشترك، وأمرا وزيرا خارجية البلدين بوضع برامج ملموسة لتطوير علاقة
البلدين. من جهة أخرى، التقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح بنائب وزير الخارجية النرويجي السيد إيبسن بارتا ومسؤول الشؤون الأفريقية في الخارجية الألمانية السيد فالتر ليندير، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. قتل 5 أشخاص بينهم أطفال ونساء إثر انفجار لغم أرضي نصبته قوات أمن نظام الوياني لحافلة ركاب مدنية في طريق صنعاء في كساد إنبا بضواحي فوما بمديرية صنعاء في الإقليم الجنوبي. وأفادت الأنباء بأن الانفجار الذي وقع بضواحي منطقة أفوما يوم أمس الأول أسفر أيضا عن إصابة نحو 40 آخرين بجروح متفاوتة. هذا ويعتبر هذا العمل التخريبي مواصلة لأنشطة النظام الوياني الإرهابية داخل الأراضي الإريترية. وإلى الجاشبركة، حيث وزعت بمديرية هيكوتا في إقليم الجاشبركة وللمرة الرابعة قطعا سكنية ل1161 مواطنا. وفي هذا الصدد أعرب مسؤول قسم وزارة الأراضي والمياه والبيئة في الإقليم السيد برقد كيداني عن أسفه لعدم توظيف القطع السكنية في الأغراض المطلوبة، وأضاف أنه منذ الاستقلال وزعت في المديرية ل1996 شخصا قطعا سكنية، إلى أن البلدة لم تشهد خطة بمواصفات معمارية مناشدا كل من يمتلك قطعا سكنية ببنائها بمواصفات هندسية، كما أكد محاسبة كل من خالف في مرسوم الأرض قانونيا. الجدير بالذكر أنه خلال العام الجاري فقد تم توزيع 600 قطعة سكنية في تسني و300 أخرى ببارونتو، مع اكتمال كافة الاستعدادات لاتخاذ خطوات مماثلة في كل من أغردات ومقرايب وقلوج وملقي. مدير مديرية هيكوتا سيد حامد يوسف، وبعد أن أكد تمتع المديرية بالمناخ الملائم والمشجع للعمل وتوزيع القطع السكنية للمواطنين حسب رغباتهم، شدد على أهمية دفع المواطن ما عليه من ضرائب الأرض في الوقت المناسب. وصف فرع جمعية معاقي الحرب الإريترية بالأقليم الأوسط نتائج المساعي التي يقوم بها ويجريها بالتعاون مع شركائه لجعل أعضائه منتجين بالمشجعة. وأوضح مسؤول الفرع السيد تسفى ميكائيل هيلي أن الجمعية تسعى جاهدة لتمكين المعاقين من الاعتماد على ذاتهم. وفي استطلاع أجراه مراسل وكالة الأنباء في أوساط المواطنين، أمن كل من السيد تسفى هيوتنا أمن الناشط في مجال التنمية الزراعية بضاحية حمبرتي، والسيد ملأكي تسفاي الناشط في مجال تربية الأبقار والنحل في منطقة عدي قنبولو بالأقليم الأوسط على الدعم المقدم لهما ومدى نجاعته، كما أشار إلى أهمية اتخاذ المبادرات. كما ذكر مسؤول جمعية معاقي الحرب الإريترية بالأقليم الأوسط السيد تسفى ميكائيل هيلي المعاقين، ذكرهم بالاستفادة المثلى من المساعدات المقدمة لهم، وأوصى المواطنين والأجهزة الإدارية والرسمية بالتعاون معهم. أكد سكان ضاحية دبرسينا بمديرية علا برعد في إقليم عنسبة أكدوا استعدادهم لتعزيز مساهماتهم في مجال رعاية المحميات التي تساهم في نمو الثروة الحيوانية للبلاد. وأفاد كل من السيد ملأكي هنس والقس أن مريم تولد منهن بمساهمة المحميات لسنوات طوال في نمو الثروة الحيوانية وأصبحت مكانا آمنا للحيوانات البرية. وقال مدير ضاحية دبرسين السيد يكالو أسكدوم إن الأرض المحمية البالغ مساحتها 265 هكتارا تضم الكثير من الأشجار المعمرة. وأشار إلى دور المحميات في تطوير السياحة الداخلية، وقد تم توظيف حراس من سكان المنطقة لحراسة المحميات.